بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنجزنا معاملات الأخوة والأخوات اللي صدر تعيينهم على قسم تربية سمراء، وهناك أيضا عقود أيضا جت موافقة بهن. إحنا أكو مشكلة يعني حقيقة صادفتنا، لأن إحنا قرب امتحانات نصف السنة، فأجلنا تسوية المتعينين إلى ما بعد امتحانات نصف السنة. السبب لأن هناك محاضرين موجودين في مدارس يحاضرون، في أيضا طالع يعني اسمهم على التعيين، وقسم آخر نفسهم على العقود. بما أن هم مباشرين في المدارس، فما راح نقدر نوزع المتعينين على المدارس، راح يسبب لنا أرباك، لأن المحاضرين بالمدارس ماخذين على يعني مدارس وماخذين اختصاصاتهم، من راح نطلعهم راح يصير نقص عندنا بالمدارس والامتحانات القديمة. فارتئينا يعني السيد المدير العام أن يكون تسوية الملاكات بعد نصف السنة، وإن شاء الله يعني يكون كل سد الشواغر الموجودة في المدارس وخاصة خارج المدينة. العدد ما يقارب 390 معلم على معلمة، وكذلك أيضا عندنا العقود الموجودة ما يقارب 800 عقد. هذا حقيقة يعني رقم يعني جدا فاخر لسد الشواغر في مدارسنا.